كل اثنين وربع الاخصائيه والمعالجه النفسيه سونيا جبيلي. مرحبا بك سونيا. مرحبا بك مريوم، الحمد لله على سلامتكم، مرحبا بكل مستمعي الحياه فئه. يعطيك الصحه سونيا، مرحبا بك انت رغم الالتزامات ديما تكون حاضره معنا. بيان سور اليوم موضوعنا مش يعتبر هو سونيا اكيد مهم جدا، على اعتبار خلينا نحطوا سيده مستمعينا في الاطار. اليوم باش نحكيوا على العمل التطوعي، خاصه ممكن بدايه بثقافه العمل التطوعي شنو هو، على خاطر ديما فما اختلافات في المفاهيم وحتى اختلاط شنو هو بالنسبه لي العمل التطوعي. هل انه من ابسط الحوايج اللي نجم نعملها يعتبر عمل تطوعي والا لا؟ هل انه كي ندخل في منظمه وقتها هو نجم نحكي عليه عمل تطوعي والا ينجم يكون بصفه فرديه يجي منا احنا اكل عمل التطوعي؟ هذوك خاصه الاختصاصات اللي نجم يشملها فيكو توا سوديا شورتو الحياه اللي قاعدين نعيشوا فيها، الحياه المزدحمه، اكل ريتم ونمط الحياه اللي قاعدين نعيشوا فيه. هل انه العمل التطوعي من ناحيه النفسيه نتاعنا ينجم ياثر بالايجاب علينا؟ وسورتو الفقره المهمه اللي باش نحدوها لليوم هو ثقافه العمل التطوعي، كيفاش تكون مع صغيراتنا، كيفاش نزرعها فيهم، والفوائد اللي باش تكون معناها ترجع عليهم من خلال العمل التطوعي. افكتيفمون ساعه اولا يلزمنا نفهموا العمل التطوعي منين جاء. دوك هو راهو ما فما حد شيء معناها جاي من فراغ، راهو العمل التطوعي انت كي ترجع شويه بتدخل للدين نتاعنا، على شنو نص المبادئ نتاعنا، الاخلاق جوستمون والمفاهيم الاجتماعيه كلها تحوم حول التعاون، التضامن، الرحمه، الرفق، الحنان، المحبه اتسيتيرا. دوك هذم الكل لخصتها كلمه العمل التطوعي. وقت اللي يكون العمل التطوعي معناها ينبع من اخلاق الانسان، ينبع من مبادئه، تكون حاجه بدون مقابل، وما اهميه كونك تقوم بحاجه تلقائيه من غير مقابل. هذا الكل ينعكس ايجابيا وبطريقه مباشره على تربيه صغيراتنا وعلى المهارات اللي نجموا يكتسبوهم من خلال العمل التطوعي، سورتو كيف ما اكدت مريم في ظل النسق اليومي اللي نحن نعيشوا فيه، في ظل خصوصيه سيه النظام اليومي اللي نحن نعيشوا فيه. نعرفوا لليوم اجتماعي تغيرت المفهوم نتاع الترابط الاجتماعي بين الاشخاص، ولينا اكثر منعزلين على بعضنا، ضغط علينا التكنولوجيا الحديثه، وقتنا ولا سريع وثمين جدا فرد في نفس الوقت، ما عادش نلقاو اوقات فراغ تستثمرها في الحاجات اللي تنجم تعاود ترجعك اللحمه وكسيله الرحم ما بين الناس وما بين العباد، تغير حتى تركيبه النواه نتاع المجتمع او نواه الاسره. فجاء العمل التطوعي على غرار العمل الخيري. دونك هما زوز حاجتين يمكن يصبوا في نفس خانه، لكن المحتوى نتاعهم ماهوش كيف هذا هو اللي يختلف. ولكن كسوا العمل التطوعي او الاعمال الخيريه، دوك ديما هي تهدف للنهوض بالانسانيه. فوالا، اي سورتو العطاء للاخرين هي تنجم الميزه اللي تكون متوفره في العمل، كل كسوا التطوعي والا الخيري، وخاصه كيفاش نحاولوا نغرسوهم في صغيراتنا وقديش ما احوجنا في معناها في الايام هذه في ظل الظروف، كما قلت انا قبيله بشويه الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها، قديش ما احوجنا لوجو على اصحاب، لوجو على مجتمع يكون مترابط، خاصه كيفاش نتواصلوا والطريقه اللي نتواصلوا بها في ظل التكنولوجيا اللي ان شاء الله موضوعك غدوه باش تحكي معناها على التكنولوجيا الحديثه، كيفاش الاختيار بيناتهم في ظل اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل. الاهل اكيد احنا ديما اللي ناكدوا عليها أكيد. الاسره هي النواه، هي كيفاش تنجم تغرس في صغيراتنا الحاجات هذوما، سورتو اللي قاعدين نشوفوا في المدارس السنيه تنجم تلقى الاعمال التطوعيه، لكن برشا مشكل في المدارس نلقاو زاد الكشافه اللي هو عمل تطوعي بامتياز، نلقاو برشا جمعيات اللي تخدم في الاعمال التطوعيه. راهو شو مش لازم تكون مربوطه بجمعيه او بمنظمه، ولا هذا اللي لازم ناكدوا عليه. رحنا ساعات سورتو شفناها هذه خاصه في الازمات مثل ازمه الكوفيد، دونك ازمه كورونا، معناها فما برشا عباد على خاطر معناها فما برشا فضلات اللي كانت من مهمه تنجم تصير العدوى وانتقال العدوى من خلال فيروس كورونا. فنعرفوا ان احنا فيما برشا احياء قامت باعمال تطوعيه، كسوا في تنظيف الشوارع، في التبرع للناس المحتاجين كسوا من ادواء او غذاء، عمل تطوعي في معناها في توفير بعض المواد الاساسيه للناس كبار السن او للاطفال او للعائلات المعوزه. نعرفوا نحن اليوم توا موجه البرد
اللي قاعده تصير، فما برشا اعمال تطوعيه خاصه لاهالينا في الشمال اللي قاعدين نحاولوا نعاونوهم في موجة البرد هذيا. دونك فما برشا اعمال تطوعيه تقوم بها الحق للامانه البلاد التونسيه، كسوا منظمه من خلال معناها يقع تنظيمها من خلال جمعيات او منظمات، والا بطريقه تطوعيه نكون حتى البلديه معناها تاع الجهه او المعتمديه تقوم باعمال تطوعيه. دونك الاهالي في الحي هذاك يتلموا باش يقوموا باعمال في نفس المنطلق وفي نفس الاتجاه. هذا هو اللي باش نحكي في سونيا، سورتو انا قلت الاسره كيفاش تشجع صغيراتها للانخراط في العمل التطوعي، خاطر كمان زاد سونيا نسقنا وراء الحاجات اللي ديما نعملوا فيها وننتظروا المقابل، خاصه المقابل المادي اللي اليوم باش نحكيوا على الفوائد نتاع العمل التطوعي من غير حتى مقابل، وشنو هو الانعكاسات اللي عندها انعكاسات ايجابيه كبيره برشا الحقيقه على كلك سواء الفرد والا المجتمع. هذا موضوعنا لليوم باش يكون ثقافه العمل التطوعي، خاصة كيفاش تغرسوها في صغيراتكم باش تخرجوا صغيرات يكونوا حتى التأثيرات النفسية الإيجابية اللي باش تكون عليهم نحكيو فيهم بعد بشوية، وشنو ما هما الأعمال التطوعية بأبسط الأشياء اللي نجمو نخرطوا فيهم صغيركم. 70 35 120 77 288 289 منتدى الحياة، مازال متواصل معاكم حتى للأربعة.